صفحتين بس، مو على أساس عندك شغل كتير؟ الشغل كان حجة منشان أحكي معك. تفضل. حسب ما فهمت إنك متضايقة من الشي اللي صار مبارح. ما بعرف شو صار بينك وبين سمر، بس أنا حاسس إنه في شي. نحن حكينا مع بعض وحلينا المشكلة. عن جد؟ كتير فرحت. ما في داعي نكبر الموضوع أكتر. فيروز خانم ما رح تضل عايشة هون، بدي اياكي تتحمليها شوي. بترجاك عدنان بيك، هي ضيفتنا. بس هي عم تتصرف وكأنه هي صاحبة البيت. بتعرفي هي أسلوبها مختلف شوي، وإذا بتتصرف أي تصرف غلط معك لا تردي عليها رجاءً. أنا صرت بعرفها منيح، فعلاً أسلوبها كتير مختلف. صحيح أحياناً بتكون مزعجة، بس أنا عم شوفها مهضومة بكتير أوقات. مهضومة؟ بيانسور، شخصيتها كتير غريبة، بتحب المزح والمفاجآت. يمكن لأنها عم تمر بمرحلة صعبة كتير، صار بحياتها تغييرات كتيرة وعم تحاول تسترجع قوتها بالرغم من كل شي صار معها. باعت بيتها وكانت بين الموت والحياة، هالشي مو سهل. صحيح عم تتصرف هيك، بس هي مو قصدها تزعل حدا بنوب. أنا كتير مبسوط لأني سمعت هالكلام، ريحتيني كتير، شكراً. وهدول؟ تركيهن. طيب رح أنزل لتحت. شكراً مرة ثانية. باردون.